بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا بعنوان Behavior Disorders in Children. المحاضرة هتنقسم لجزئين. الجزء الأول هنتكلم فيه عن Attention Deficit Hyperactivity Disorder، والجزء الثاني هنتكلم فيه عن Autism Spectrum Disorder. نبدأ بال Attention Deficit Hyperactivity Disorder الـ ADHD، اللي هو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. خليني أسألكم في البداية، كم واحد منكم ما سمعش عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه؟ أعتقد مش هلاقي كتير، لأننا بقينا بنسمع كتير جدا عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في الآونة الأخيرة، وبقى في عندنا أعداد متزايدة بتتشخص كـ ADHD. ده قد يكون لبعض التغيرات اللي طرأت على الـ environmental factors حوالينا، قد يكون نتيجة زيادة الوعي بالديسوردر نفسه فبقى بيتشخص بصورة أكبر. على كل حال، الـ ADHD هو واحد من الـ most common neurobehavioral disorders of childhood. بيتم التشخيص في فترة الطفولة during childhood، وغالبا ما تستمر الأعراض إلى الـ adulthood. الطفل المصاب بالـ ADHD بتكون مشكلته في حاجة من ثلاثة: poor attention, overactivity, impulsivity. وشكل الأعراض نفسها بيتغير على مدار الوقت، بمعنى طول ما الطفل بيكبر ممكن الهايبر اكتيفيتي تبدأ تقل بالتدريج، لحد ما الاقي مثلا أثناء المراهقة الـ inattention بقى هو المين سيمتوم أو بقى هو البريدومينانت سيمتوم مش الهايبر اكتيفيتي. والكلام ده هنشرحه بالتفصيل في السيمتوماتولوجي. طيب، احنا لسه بنقول في عندنا مشكله في الاتنشن، مشكله هايبر اكتيفيتي، مشكله امبولسيفيتي. طيب يعني ايه ان اتنشن؟ الاي اتنشن معناه ان انا الاقي الشخص اللي قدامي ما عندوش قدره على التركيز المستمر في حاجه معينه، يعني قدامه تاسك معينه المفروض يعملها فبيبدا فيها، بعد كده انتباهه بيتشتت فبيسيبها يروح لحاجه تانية، بعدين نفس الكلام يسيبها يروح لحاجة تالتة، بعدين يرجع للأولانية مش عارف ايه، فتحس كأنه عمال بيتنقل ما بين التاسكس كده بشيء من عدم النظام، بشيء من التشتت. يبقى هو في عندنا difficulty sustaining focus. بالنسبة بقى للهايبر اكتيفيتي، فهي بمعنى يعني لو هقربها لكم، كأني شايف الطفل طول الوقت بيتحرك، خاصة في الأماكن اللي المفروض ما يتحركش فيها. أكبر دليل أو يعني أحسن مثال على كده هو الطفل في الفصل في المدرسة. المفروض الطبيعي إن الطفل في الفصل أثناء الحصة أثناء الشرح قاعد مكانه ساكن بيسمع. الطفل اللي عنده ADHD ما عندوش قدرة على السكون ده، فممكن تلاقيه يقوم ويتحرك في المكان، أو حتى وهو قاعد مكانه انت شايفه طول الوقت كأنه عمال بيفرك زي ما بنقول، ايدي عمالة بتلعب، رجلي عمالة بتلعب، بيشد في ده وبيحرك ده، بيتكلم كتير، كل دي اعراض تقول ان هو عنده هايبر اكتيفيتي. طيب الامبولسيفيتي بقى، الامبولسيفيتي هي الاندفاعي، فنلاقي ان الطفل بيبدأ يتصرف تصرفات مندفعة بدون تفكير ولو لثواني. التصرفات المندفعة دي اكيد يعني ممكن تعرضه في بعض الاوقات للخطر. لو جينا نتكلم عن الـ prevalent ADHD، هنلاقي إن الـ worldwide prevalence تقريباً 7.2% among children، وبنلاقي إن التشخيص بيكون أكتر among boys. نسبة الإصابة في الأولاد عن البنات للبنات يعني 2:1. يبقى أنا الأكتر هلاقي المصابين بالـ ADHD boys أكتر من الـ girls. طيب ايه اسباب الـ ADHD؟ الى الان الـ ADHD يعتبر غير معروف السبب بتاعه بصورة مؤكدة. ابحاث كتير بتتعمل، معظمها بيتكلم في انه ممكن يكون related للنيوروبيولوجي، لان في بعض اجزاء من الـ brain of children with ADHD بتكون smaller than normal children. البعض بيقول انها related للجيناتكس بدليل ان الـ ADHD runs in families، نلاقي أكتر من طفل في نفس العيلة أو في نفس البيت مصاب بأعراض الـ ADHD. الـ environmental factors عليها كلام، مفيش حاجة تؤكد إن الـ environmental أو الـ social factors هي سبب مباشر
لإحداث الـ disorder ده، وإنما ممكن تأفكت الـ severity of the disorder. يبقى أنا عايزة أشخص، هل أنا هعتمد في تشخيصي على كل أم تيجي تقول لي ابني انتباهه ضعيف، ابني حركته زيادة، ابني ما بيحصلش كويس في دراسته، وأقول إن الطفل ده عنده فرط حركة؟ أكيد لأ. لو عملنا كده تقريبا كل الأطفال هيبقى عندها ADHD، أو هنشخص كل الأطفال إنها ADHD. فإحنا علشان نشخص بنعتمد على حاجة اسمها الـ DSM criteria، ودي اللي إحنا لسه هنتكلم فيها. DSM 5 criteria اللي هي ده بنقول عليه Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder the 5th edition. According to DSM 5 ال ADHD بيتقسم لثلاثة types. في عندنا ما يسمى Predominantly Inattentive type، في عندنا Predominantly Hyperactive Impulsive type، وعندنا Combined type. أنا بقسمهم بناء على إيه؟ بقسمهم بناء على الأعراض اللي هي predominant، الأعراض الأكثر، يعني إيه أكتر أعراض موجودة في الطفل. فلو كانت الـ predominant symptoms هي related للـ inattention فبنقول إن ده predominantly inattentive type. لو كانت الأعراض في الطفل أكتر related للـ hyperactivity والـ impulsivity فبنقول إن دي predominantly hyperactive impulsive. لو الطفل بيحقق أعراض من الشقين، يعني عنده حاجات related للـ inattention وعنده حاجات related للـ hyperactivity impulsivity، هقول إن هو ده combined type. نتكلم بقى بالتفصيل عن الأعراض اللي هي related لكل واحد من اللي احنا اتكلمنا عنهم الـ inattention والـ hyperactivity والـ impulsivity. لو بدأنا بالـ inattentive type، شكل الأعراض بيكون زي إيه؟ التشيك ليست اللي عندنا دي مثلاً هنلاقي إنه الطفل بيكون عنده مشكلة في الاستماع، قدرات الاستماع بتاعته للي قدامه، بمعنى إن أنا ممكن أبقى بكلم الطفل اللي عنده ADHD وأحس كأنه مش سامعني لأنه مش منتبه لكلامي، هو ما عندوش actually hearing problem بس أنت بتتكلم معاه كأنه مش سامعك، يبقى في عندي poor listening skills. الحاجة التانية، دايماً بيضيع الحاجات الخاصة بيه، أدواته المدرسية، ألعابه، الدنيا مش يعني تايهة طول الوقت، بيبقى بيفقد أشياءه بسهولة نتيجة عدم انتباهه هو حط ده فين وعنده فين. طيب تالت حاجة، بيتشت بسهولة جداً وهو بيعمل أي مهمة أو هو بيعمل أي وظيفة معينة، يعني لو بس في حد اتكلم كلمة أو شاف فجأة تبص تلاقيه اتشتت وانتبه لحاجة مش بالأهمية اللي هي تلفت الانتباه أصلا، يبقى هو easily distracted. بينسى الحاجات اللي هي مفروض تتعمل على مدار اليوم، أو زي ما بنقول الـ daily activities بتاعته، ما بيبقاش مركز هو المفروض النهاردة هعمل واحد اتنين تلاتة، ما عنديش القدرة على التركيز إن هي دي المهام اليومية بتاعتي. Diminished attention span يعني قدرته على التركيز لفترة طويلة مش موجود، أو اللي هو حتى لفترة كافية. لا، زي ما أنا قلتلكوا في الأول، لو هو هيعمل حاجة معينة ولو هنقول إنه هيحل واجب فشوية وخلاص ما عادش قادر إن هو يركز فبيتشتت لحاجة تانية، وبعد كده تبص تلاقيه طب رجع تاني، يبقى الفترة اللي بيفضل مركز فيها أو قادر إن هو يبقى منتبه للشيء اللي بيعمله مش كبير أو بيبقى أقصر من الطبيعي، يبقى ده اللي هو diminished attention span. وبناء عليه هيجي بعد كده نقول إن هو مبيبقاش عنده قدرة إنه ينهي المهام الدراسية بتاعته أو الواجبات بتاعته أو أي تاسك هو موكل بيها، نتيجة اللي احنا بنقول عليه ان هو في عنده diminished span وان هو بيبقى easily distracted لل unimportant stimuli، يبقى بناء عليه هو ما بيقدرش يكمل التاسكس المفروض يخلصها.
بيترتب على كده ان هو بيبتعد تماما او ما بيحبش انه يبقى انكوربوريتد في اي وورك يحتاج منه انتباه كبير او تركيز كبير. برضو ما بيبقاش عنده قدرة ان هو يركز في التفاصيل، فتبص تلاقي بيحصل منه اخطاء زي ما احنا بنسميها كده سيلي ميستيكس ريليتد بقى للسكول وورك بتاعه او whatever. فهتبص تلاقي فيه حاجات يعني اخطاء تافهة لا تتناسب مع سنه، مش يعني طفل في العمر ده ما يبقاش فيه الاخطاء دي، انما ده بيحصل في طفل الاي دي اتش دي لانه بيفشل في انه ينتبه للتفاصيل البسيطة، ما بينتبهش للتفاصيل. طب لو جينا نتكلم بقى بالنسبة لل Hyperactive Impulsive Symptoms أو ال Diagnostic Criteria of Hyperactive Impulsive Type، هنا هنلاقي في عندنا Hyperactive Symptoms و Impulsive Symptoms. ال Hyperactive Symptoms زي ما أنا وصفت لكم في البداية، أنت بتحس إنه في حركة طول الوقت، فإحنا بنقول إن هو هتحس إن الطفل طول الوقت بيتحرك، بيفرك إيديه رجليه، مش ساكن، مش قادر يقعد ساكن في المكان. ده بيديك احساس بعدم الراحه، هو مش مستريح وانت مش قادر تسيطر عليه، ففي عندنا مشكله في الحركه اللي موجوده دي. تحس كانه يعني على تك عشان يقوم يتحرك، اي فرصه للحركه هيقوم على طول. ما عندوش قدره ان هو يشترك مع الاطفال في اي لعبه هاديه، يعني هنقعد نلعب ما عندوش قدره ان هو يقعد في وسط الاطفال يلعب بهدوء، هو دايما محتاج حاجه فيها حركه. مش قادر يقعد في مكانه في الفصل، ده اللي هو المثال الشهير اللي انا وصفته لكم في البدايه، عدم ما عندوش عدم يعني ما عندوش قدره على انه يفضل ساكن في مكانه في الفصل. اخر حاجه انك هتلاقيه overly talkative، يعني بيتكلم كتير جدا. طيب الامبالسيف سيمتومز بقى، الامبالسيف سيمتومز ده اللي احنا قلنا فيها التصرفات اللي هي بتنطوي على شيء من الاندفاعيه. تبص ان هو من ضمن الصفات اللي ممكن تلاقيها في الاطفال انه مش قادر يستنى دوره في اي حاجه. لو الام قالت له انا يعني هعمل كذا الاول وبعدين كذا وبعدين اعملك، لا هو ما عندوش استعداد للانتظار، يبقى can't wait turn. من كتر ما هو مندفع فهو ممكن يقطع حديث الاشخاص اللي قدامه لمجرد ان هو عايز يتكلم ويقول حاجه، فده برضو ساين من واحده من السيمتومز للامبولسيفيتي. واحدة تانية يعني سيمتوم تانية من الامبولسيفيتي، انك لما تسأله سؤال ما يستناش ان هو يسمع السؤال للآخر وتلاقيه فجأة بيجاوب، فهو بيندفع بالإجابة من قبل ما انت تكمل سؤالك او من قبل ما هو يسمع السؤال بالكامل. يبقى دي كده السيمتومز اللي هي related للهايبر اكتيفيتي والامبولسيفيتي علشان اشخص هايبر اكتيف امبولسيف تايب. طيب احنا عرفنا كده السيمتومز اللي ريليتد لكل تايب منهم، عشان اشخص بقى انا محتاج ايه، ايه الكرايتيريا اللي لازم تتوفر في الطفل علشان اقول انه عنده ADHD whatever the type hyper active impulsive او combined. اول حاجه خلينا نبص على الجدول الاسود اللي تحت ده، هنلاقي مطلوب مننا ايه. مطلوب ان الطفل يكون عنده السيمتومز دي persistent اكتر من او يساوي 6 شهور، يعني اقل من فتره 6 شهور ما اقدرش لسه ان انا اشخص ADHD، يبقى لازم الام تيجي تشتكي ان الاعراض دي بقى لها اكتر من 6 شهور. تاني حاجه لازم ان انا الشكوى وهي جايه لي بتقول ان الاعراض دي متشافه في اكتر من او يساوي 2 settings، زي ما هو مكتوب كده ان السيمتومز ان 2 اور مور settings، يعني متشافه في البيت، متشافه في المدرسه، متشافه في التجمع العائلي، متشافه في النادي، متشافه في مهم مكانين او اكتر. ليه؟ لان في بعض الامهات بيبقى حساسه شويه للحركه الزايده بتاعه الطفل، فممكن تيجي الام تشتكي طول الوقت بيتحرك وبيدمر وي 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 وي. تيجي تبص تسالها طب في المدرسه؟ لا ما فيش حد بيشتكي في المدرسه. طيب في المكان اللي يعني تجمع العيله ما فيش مشكله، طيب في النادي ما فيش مشكله. يبقى أنا المشكلة مش موجودة غير عندي في البيت، المكان اللي الطفل واخد فيه راحته ومنطلق، فأنا مش هعتبر إن دي مشكلة. يبقى علشان أقول إن في فرط حركة أو في عندي هايبر أكتيفيتي، لازم المشكلة تبقى في two or more settings عشان تبقى حاجة مؤكدة.
حاجة كمان required إن ال symptoms دي تبقى negatively impacting the academic social life of the child. يعني إيه؟ يعني هو من الفرط الحركة اللي يعني سمات فرط الحركة اللي جاي يشتكي منها أو سمات ال inattention اللي أنا جاي أشتكي منها بدأت تأثر فعليا بالسلب على حياة الطفل، سواء على المستوى الدراسي أو المستوى الاجتماعي. في المدرسة أنا مش قادر يحقق نتائج كويسة، مش بيحصل كويس، المدرسين بيشتكوا منه. في الحياة الاجتماعية كل ما بنروح مكان الناس بتشتكي منه، بيعمل لنا مشاكل في وسط التجمعات، فيبقى ده معناه إن السيمتومز دي بدأت تعمل فعلا مشكلة. إيه تاني محتاجه الريكويرمنت للتشخيص؟ إن يكون عندي عدد معين من السيمتومز. بقى في الـ DSM-5 كريتيريا قسم لنا العدد ده على حسب الإيدج، فقال لنا هناخد الأطفال اللي هم سنهم أقل من 17 سنة، بعد كده هناخد الاشخاص اللي هم من 17 سنه فما فوق، اللي احنا هنتكلم على الادلت هود بقى بعد كده. ففي الاطفال اقل من 17 سنه مطلوب يبقى موجود 6 سيمتومز من اي من الفئات اللي احنا اتكلمنا عنها، يبقى محتاج عدد 6 او اكتر، سواء 6 من الان اتنتيف تايب، فهقول من الان اتنتيف سيمتومز يعني، فهقول ان ده ان اتنتيف تايب اوف اي دي اتش دي، او 6 سيمتومز من الهايبر اكتيف امبولسيف سيمتومز، فهقول ان ده هايبر اكتيف امبولسيف type of ADHD، أو 6 من المجموعتين فهقول إن ده ال combined type of ADHD. الأشخاص بقى يعني 17 سنة فما فوق بنحتاج فيهم 5 symptoms بس. دي الحاجات الأساسية اللي أنا محتاجها للتشخيص. طيب في additional requirements يعني زائد اللي احنا قلناه، الكرايتيريا اللي احنا قلناها دي، لازم السيمتومز دي تكون ظهرت قبل سن 12 سنة. وتاني حاجة ان السيمتومز اللي موجودة دي غير مسببة بأي يعني disorder تاني، ما اقدرش افسرها بأي psychological disorder تاني غير الـ ADHD. يبقى للدايجنوزس اتفقنا انه يبقى في عندنا السيمتومز عددها، لو طفل أصغر من 17 سنة محتاج توفر 6 سيمتوم في أي من الكاتيجوريز اللي احنا اتكلمنا عنها. السيمتومز دي تكون بيرزيستنت لمدة 6 شهور أو أكتر. To be seen in two or more settings. إنها تبقى negatively impacting the academic and social life. إن هي تكون بدأت تظهر before the age of 12 years. وإن السيمتومز دي إن هي cannot be explained by other psychological disorder. يبقى دي كده الريكويرمنتس اللي انا محتاجها علشان في الاخر اقول فعلا ده طفل مصاب باضطراب فرط الحركه. نعالج بقى، نعالج فرط الحركه وتحط الانتباه ده ازاي؟ الى الان مفيش definitive cure for ADHD. كل العلاجات الموجوده الهدف منها هو انه يقلل السيمتومز او يكونترول السيمتومز علشان يحسن الفانكشننج. والتريتمنت اوف ADHD بينقسم لجزئين اساسيين، جزء behavior therapy including training for parents وجزء medication. اولا بالنسبه للbehavior therapy، فالbehavior therapy بيكون قادر على انه يريديوس السيمتومز او ان هو يكونترول الابنورمال behavior في الاطفال المصابين بالADHD. انواع البيهيفير ثيرابي اللي ممكن تكون موجوده، في عندنا parent training in behavior management اللي هو بيبقى فيه زي تدريب للآباء على كيفية التعامل مع طفل الـ ADHD. في تاني حاجة behavior therapy with the children، الأطفال نفسهم، وفي behavioral interventions in the classroom اللي هي تعتبر جزء أساسي من حياة الأطفال. أما بقى بالنسبة للـ medications، فإحنا عندنا two types of medications that are FDA approved for the use and treatment of ADHD in children. النوع الأول تحت مسمى stimulants، على سبيل المثال ليها الميثايلفينيديت. المجموعة الثانية هي non-stimulants زي الأتوموكسيتين. الstimulants هي تعتبر أحسن الأدوية اللي موجودة في علاج الـ ADHD، ونسبة التحسن في الأعراض بتكون كبيرة جدا في الأطفال اللي بتتعالج بالstimulants، تقريبا بنسبة 70-80% تحسن في الأعراض، وبنقول إن هي بتكون fast acting. بالنسبة للنون ستيمولانتس زي الأتوموكسيتين، فدي بقت approved for use في التريتمنت اوف ADHD في الأطفال سنة 2003. هي مش بنفس السرعة not fast acting as stimulants،
ولكن هنا ممكن بتبقى بناخد منها prolonged effect، او بنقول الايفكت بتاعها ممكن يستمر على مدار ال 24 ساعة. بالنسبة لل recommendation of treatment، ففي الأطفال أقل من 6 سنوات it's recommended إن احنا نبدأ بال behavior therapy as first step in treatment before trying medications. وده لأسباب كتير، منها إن ال behavior therapy is effective in this age والنتائج بتاعته بتكون كويسة. في issues about the safety of medications in children younger than 6 years. So الأفضل إنه تبقى البداية في ال first step هو ال behavior therapy في الأطفال أقل من 6 سنوات. أما الأطفال في عمر 6 سنوات فما فوق، فهنا نقدر إن احنا نبدأ البروتوكول أوف تريتمنت بالجمع ما بين البيهيفير ثيرابي والميديكيشن، يبقى كومبايننج الميديكيشن مع البيهيفير ثيرابي بيدينا أفضل نتائج في الأطفال في عمر 6 سنين أو أكبر. ده كان بالنسبة لموضوع الـ ADHD. كل اللي احنا كنا محتاجين ان احنا نبقى عارفينه عن الـ ADHD as regard الـ symptoms بتاعته والـ diagnostic criteria والـ management plan اللي ممكن تتعمل. ننتقل للشق التاني بقى اللي هنتكلم فيه عن الأوتيزم أو الأوتيزم spectrum disorder. طيب احنا ليه بنقول أوتيزم spectrum disorder؟ بنقول أوتيزم spectrum disorder لأنه في عندنا variation كبير في السيمتومز، سواء شكل السيمتومز او السيفيريتي اوف سيمتومز في الاطفال المصابين بالاوتيزم. فهنلاقي على طرفي النقيض عندنا بعض الاطفال السيمتومز فيها بتكون بسيطه لدرجه ان هم بيحققوا اديكويت فانكشننج سواء في السوشيال لايف او في السكول، وعلى الجانب الاخر في اطفال تانية بيكون فيهم سيفير سيمتومز بتوصل انها بتسبب سيفير امبيرمنت في حياتهم. ايا كان شكل الimpairment أو شكل السيمتوم أو السيفيريتي أوف ذا سيمتومز، فهي كلها بتدور حوالين 3 حاجات أساسية، هي في ديفكت في الكوميونيكيشن والسوشياليزيشن وابنورمال ريبيتيتيف ريستريكتد باترن أوف بيهيفير. الـ ASD أو الأوتيزم سبيكترم ديس أوردر غالبا بيتم تشخيصه في الأطفال راوند سن 2 لـ 3 سنين، لأن هو ده السن اللي بيبدأ يتجلى فيه المهارات اللغوية والجزء بتاع الكوميونيكيشن، وبيبقى واضح جدا الإصابة في الأطفال. البريفالنس بتاعه وورلد وايد هو 6.7 كل 1000 شخص، وبرضه هنا هنلاقي إن الإصابة بتكون أكتر في الأولاد عن البنات. وبرضه ناخد بالنا ان الاوتيزم هو لايف لونج ديس اوردر او لايف لونج كونديشن. لو جينا نتكلم عن الايتيولوجي فبرضه نفس الشيء، ما عندناش سبب محدد الى الان. قد يكون الموضوع ريليتد برضه لجيناتيك او انفايرمنتال فاكتورز، لكن برضه هنا نقدر نقول ان السيبلينجز بيكون عندهم انكريزد ريسك في انه يديفلوب سيمتومز اوف اوتيزم لو عنده وان سيب مصاب. بمعنى ان الاخوات دايما بيبقى فيه ريسك انه يبقى فيه، طالما في واحد مصاب انه الاخرين ممكن حد منهم برضو يبقى مصاب. يبقى الايتيولوجي not clearly defined till now، ممكن زي ما بنقول genetic factor, environmental factors، وزي ما اتفقنا برضو انه بيبقى الريسك زيادة ما بين السيبلينجز. طيب ايه هي الساينز والسيمتومز اللي احنا ممكن نعتمد عليها علشان نشخص الاوتيزم؟ احنا متفقين ان السيمتومز عندنا بتقع تحت عنوانين كبار. في عندنا مشكله في السوشيال انتر اكشن والكوميونيكيشن، وعندنا مشكله ريستريكتد باترن اوف بيهيفير او ريستريكتد اكتيفيتيز. بالنسبه للسوشيال انتر اكشن والكوميونيكيشن في اشكال كتيره ممكن نشوفها، من ضمنها مثلا انه يبقى في صعوبه في انشاء حوار مع الطفل الاوتيزم في السن اللي هو المفروض ممكن يعمل فيه حوار طبيعي. يعني تسأله اسمك ايه، جاوب اسمي فلان، عندك كم سنة، كذا. لا هو ما عندوش قدرة، ففي difficulty في النورمال باك اند فورث conversation. تاني حاجة، ما عندوش قدرة على انه يعبر عن اهتماماته او يعبر عن مشاعره. ده هو عايز حاجة معينة في السن اللي هو ممكن مفروض يبدأ يشاور على الحاجات دي، لا ما بيعملش كده. وفي السن اللي مفروض يبدأ يعبر عن ده بالكلام هو مش قادر يعبر عن ده.
ممكن يبدأ يتصرف لوحده، لو هو مثلا عايز يشرب يقوم يشرب لوحده، أو أقصى حاجة يشاور على المية مثلا. في عنده مشكلة في إنه يفهم البودي لانجوج، مفيش ما بينك وما بينه اي كونتاكت أثناء الكلام، ما بيفهمش الفيشال اكسبريشن. في عنده مشكلة في إنه ينشئ أو يقيم صداقة وإنه يمنتين الصداقة دي، لأن هو عنده مشكلة في السوشياليزيشن. من ضمن أشكال اللانجوج بروبلمز في الأطفال دول إنه ممكن يحصل ديلي في اللانجوج ديفلوبمنت، أو ممكن يبدأ لانجوج ديفلوبمنت وبعد كده يحصل ريجريشن، أو إن استخدامه للغة في حد ذاتها هو استخدام غير طبيعي. عندنا بعض الأشكال زي اللي بنقول عليه الإيكوليليا، هنا هيبدأ يكرر الكلام اللي هو بيسمعه من الآخرين، فأنت ممكن تسأله اسمك ايه تلاقيه بيردد بالظبط اسمك ايه. في عندنا شكل تاني اسمه الباليليليا، وهو انه يفضل يكرر كلامه بصورة يعني متكررة، يعني معلق على كلام معين وعمال بيكرره. فدي اشكال اللي هي السوشيال انتراكشن والكوميونيكيشن بروبلمز اللي ممكن نشوفها. نيجي للريستريكتد والريبيتيتيف بيهيفيرز وانترست. من ضمنها مثلا ان احنا نلاقي حركات ملازمه للطفل زي الهاند فلابينج، زي البودي روكينج، زي السبيننج، هي حركات بيكررها في اوقات بدون داعي ومش مفهوم هو بيعمل كده ليه. استخدامه او مثلا بيلعب بالالعاب بتاعته بشكل uncommon وممكن يكون restricted دايما. بنقول عليه طفل روتيني، هو ليه روتين ثابت على مدار اليوم، واي تغيير بسيط بيعمل فروستريشن، يخليه متضايق ويعمل مشكلة. من أشكال الروتينية في الأطفال دول إنه مثلا بيحب أشكال معينة أو أنواع معينة من الأكل، فلو اتغيرت يبدأ يبقى فروستريتد. ممكن يكون ليه بعض الاهتمامات اللي أنت تشوفها مش طبيعية، أو يعني لما أقارنه بالأطفال اللي في سنه أحس إنها حاجة غريبة، فتلاقيه مثلا يحب قوي يقعد يتفرج على الغسالة وهي شغالة، أو المروحة بتدور، أو مثلا يدخل المطبخ يفتح الدواليب يقعد يبص في الحاجات. يعني حاجة أنت شايفها غريبة، ما شفت يعني مقارنة بالأطفال اللي في سنه هي حاجة غريبة. طيب حاجة تانية هو استقباله للمؤثرات الخارجية أو البيئة المحيطة ليه، برضو ممكن تكون بشكل إلى حد ما unusual أو extreme في بعض الأوقات، زي استقباله للبين أو التوتش. فممكن مثلا لو يعني لمسة بسيطة تلاقي الرياكشن ليها unexpected و severe. بعض الأصوات لو في مثلا صوت عالي شوية ممكن يخليه severely frustrated، روائح معينة يكون بيتضايق منها جدا. يعني خلاصة القول إن أنت بتلاقي استقباله لل surrounding أو ال external stimuli ممكن يكون unusual و extreme. نظرا لأهمية ال disorder ده وأهمية إنه يتم تشخيص الأطفال بيه بدري، ال CDC عملت ما يسمى ال red flags، أو اللي هي بنقول عليها علامات الخطورة، علشان يعني لما تلاقيها في الطفل الصغير تبدأ تدور، تبدأ تفكر هل هو في عنده أعراض أوتيزم ولا لأ. من ضمن الريد فلاجز دي إنك تلاقي الطفل لا يستجيب لما تناديله باسمه عند عمر 12 شهر، الطفل مش قادر يعبر عن إنه انترستد في حاجة معينة بإنه يشاور عليها عند عمر 14 شهر، عند سن 18 شهر ما هوش قادر يلعب ألعاب المحاكاة، يعني اللي هي pretend games. يعني إيه؟ يعني مثلا البنت تقلد ماما وهي بتطبخ، أو نقلد بائع حاجة معينة، أو محل مثلا حاجة معينة، يعني حاجة موجودة عندنا في الحياة وإحنا بنقلدها أو بنعملها في صورة محاكاة أثناء اللعب. زي ما قلنا قبل كده ما بيبقاش في اي كونتاكت مع الطفل اثناء الكلام، ممكن يبقى يغضب ويتضايق لمجرد تغييرات بسيطه في حاجات معينه. الحركات اللي هي ممكن تكون مستمره وملازمه زي ما اتفقنا، زي الهاند فلابينج والسبيننج والبودي روكينج،
وزي ما قلنا برضو اللي هو الرياكشن للحاجات اللي حواليه او الاستيمولاي اللي حواليه، ان هي بتكون في بعض الاوقات انتنس وانيوجوال. تلخص الاوتيزم ازاي؟ التشخيص هنا برضو قائم على ان انا باخد detailed history من الparents، وهشخص according لل DSM-5 criteria. لازم يبقى في عندنا الشقين اللي احنا اتكلمنا عنهم، عندنا deficiency في social communication والsocial interaction، يعني عندنا problem في socialization بتاع الطفل واللانجوج طبعا، وتاني حاجة ان احنا عندنا restricted pattern of behavior اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه. الاتنين لازم يكونوا موجودين، لازم الاتنين يكونوا موجودين، الاتنين محتاجينهم علشان نشخص الاوتيزم سبيكتروم ديسوردر. طيب احنا شخصنا الـ ASD، عايزين دلوقتي المانجمنت بلان هنعالج ازاي. الجزء الاساسي من علاج الاوتيزم سبيكتروم ديسوردر هو نون فارماكولوجيك، بمعنى ان وانس شخصنا طفل ان هو عنده اوتيزم، المفروض نبدأ نحطه في برنامج تأهيلي خاص. برنامج تأهيلي خاص متفصل على حسب الحالة بتاعة الطفل. النون فارماكولوجيك ثيرابي ده ممكن يشتمل، أو اللي هو البرنامج التأهيلي اللي احنا هنعمله ده ممكن يشتمل على إيه؟ يشتمل على Intensive Individual Special Education، برنامج تعليمي برضو خاص بالطفل مناسب لاحتياجاته. ممكن يشتمل على Speech و Behavioral Occupational و Physical Therapy. ممكن يبقى فيه social skill training، وده بيبقى مفيد جدا بالنسبة للأطفال المصابين بالأوتيزم، وممكن يشتمل على cognitive behavioral therapy. طيب بالنسبة للفارماكوثيرابي، مفيش عندنا pharmacologic treatment بيكون effective في علاج ال core symptoms of autism spectrum disorder، يعني السمات الأساسية بتاعة الأوتيزم. مفيش عندنا فارماكولوجيك تريتمنت يقدر ان هو يكيور او ان هو يكونترول السيمتومز دي. طيب احنا بنستخدم الفارماكوثيرابي في ايه؟ بنستخدمه علشان نعالج او ان احنا نسيطر على الاسوشيتد بيهيفيرال بروبلمز، زي ايه؟ زي السيلف انجوريس بيهيفيرز، زي الهايبر اكتيفيتي. ممكن نستخدم ايه؟ في حاجات اللي هي اصبحت ابروفد فور يوز، زي السكند جنريشن انتي سايكوتكس، الريسبيريدون والاريبيبرازول، ممكن حاجات زي الستيمولانس زي الميثايلفينيديت. يبقى الهدف عندي من الفارماكولوجيك ثيرابي هو كنترولينج الاسوشيتد سيمتومز او الاسوشيتد بيهيفيرال بروبلمز، زي ما احنا اتفقنا السيلف انجوريوس، الموفمنت ديس اوردر، الهايبر اكتيفيتي. بكده نكون اتكلمنا في موضوع الـ ADHD والاوتيزم سبيكتروم ديس اوردر، اتناولنا المعلومات الأساسية اللي احنا محتاجين نكون عارفينها من السيمتوماتولوجي والدياجنوستيك كرايتيريا والمانجمنت بلان. أتمنى انها تكون وصلت لكم بشكل جيد، وأشكركم.